نحن اليوم عم نحكي عن موضوع السماسرة ومعقبي المعاملات. نعم. ليش نحن كسوريين بنلجأ لهم كتير يعني؟ أكثر الناس اللي بتلجأ لهدول الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمعاملات هن أخي ما معهم لغة أو ما شمدي لك ما بيقدروا إنه يخلصوا حالهم مع الأتراك بالكلام، مشان هيك بيلجأ لواحد عربي بيقول لك ريح راسي أنا. في عند شعبنا شغلة إنه هو بحب اتكالي نوعاً ما. اتكالي نوعاً ما. يعني بيريح حاله. عم بحكي على اللي معه مصاري فقط. في ناس مصارية زايدة بتروح بتلجأ أو بيحبوا اللي بيخورفهم يعني للآخر. في ناس ما معه مصاري وبتلتجئ كمان هاي بسبب أول شيء مثل ما حكيت اللغة، ثاني شيء عدم المعرفة. لأنه ما في تيسير بالنسبة للمؤسسات الحكومية، مثل مثلا إذا بدي أخذ إذن سفر بضل 3 شهور ويمكن يجي رفض ويمكن ما يجي ويمكن كذا، وهالموضوع هذا يعني لا اسم صار بيعطوه قرشين بيجيب لك اذن سفر بالنسبه لصداقته لعلاقاته بالدوله لعلاقته يعني يكون ما في معرفه في البلد، ما في عنده معارف مثلا او كيف بده يوصل لهذا الهدف، كيف بده يطلع على الدائره الفلانيه مثلا، خلينا نقول على الكملك مثلا او على الاقامه مثلا اللاجئين الموجودين هون. بشكل عام اللغه لها دور، يعني مثلا انا ما بعرف لغه بلجأ لمترجم يترجم لي او يمشي لي اموري. السبب اني حسب مثلا المشكله، مثلا نقول مثال تحديث بيانات، الله ما كان أولي إلا السماسرة يشتغل بهالشغلة لأنه صعب يقدر يحل مشكلته جوا، مو مشان اللغة بس لأنه الإيميل والرابط والشغلات، بس حصرا بلتجوا للسماسرة مشان يحلوا مشكلتهم بأسرع وقت. يعني بتحس إنه السمسار أو معقب المعاملات هو بيحل لك مشكلتك بأسرع ما أنت إنك تقوم فيه لحالك؟ يعني صعب، يعني هلا مثل الموقع اللي عم تطرحه الدولة مثلا عم بيستغلوا السماسرة قبل ما نحن نستغله. مثلا القنصلية مثلا بإمكانك مثلا لو الموقع متاح لكل العالم مثلا تقدر أنت تحجز موعد وبتدخل بتخلص شغلتك وبتمشي، بس لما عم بيجي السمسار بيحاول يمشي يعني ياخذ الموقع ما يخلي حدا يقدر يحجز، حسنا أنت بدك تلتجي للسمسار مشان يحجز لك. العالم اليوم صار له 7 سنين و8 سنين، معقولة مثلا هلا عندهم عدم المعرفة أو هلا عندهم مثلا تقصير باللغة؟ إيه في كثير، أنا في أصدقاء لي بعرفهم مثلا بيشتغلوا في الخياطة ناصصاً مثلاً أو كلمة بسيطة في التركي مثلاً ما بيعرف يحكيها، كون الخلطة يعني المحيط الموجود فيه كله عرب مثلاً، بيقول لك أنا ما تعلمت اللغة التركية، ما عنده وقت يعني يتعلم. هلا ممكن ما مشان ما نظلم الناس، في ناس ما عنده وقت وفي ناس الواقع عم يحكم عليها. يعني في عالم تلجأ كتير للسماسرة ولمعقبي المعاملات، شو السبب بيكون؟ هلا مثل أنا إذا بدي أحدث بي أنا بروح على السماسرة. ليش؟ سو ما بعرف لغة. يعني الصعوبة عم تكون بسبب اللغة أو في صعوبات أخرى غير اللغة؟ اللغة والنفسية جوا، نفسيات كتير. يعني أي عندك يا أصعب، اللغة ولا النفسية؟ النفسية طبعاً، يعني هلا أنت وقت الواحد عم يحكي معك نفسية ما راح يعني راح تتلبق، ما راح تعرف تحكي معه. طب احكي لنا عن قصة صارت معك أنت بشكل شخصي. يعني مثل رفيع هلا كملكو قيصري. أيوة. راح بده ينقله، بده عطال كملك يعني أساس ينقله كله تمام. عم جا هوني ما أنا بثبت نفوس يعني. أيوة. عم شال الكملك هيك وزت بوشه، يعني هو مسجل الكملك، قال له أنت مسجل نفوس هو، بس قال له إنه أنت مسجل مكتب مو بيت، هو بيت نظامي يعني. ايه شايل كملك هيك وزت طلعه بخلقته. الحمد لله انا ما صار معي هيك مواقف، لا صار معي ولا عنصريه ابدا خاصه بالمؤسسات الحكوميه، بس بصراحه ما بقدم حتى للشكوى. يعني شو السبب بخليك ما تقدم الشكوى؟ ما غريب، انا ضل غريب يعني. واذا غريب انت كمان من حقك تشتكي مثلا على موظف عاملك معامله مثلا مو من حقه يعاملك هيك. قلت لك انا ما صارت معي هيك قصه، بس ما عندي يعني موضوع الشكوى ولا حتى يعني ولا حتى ابدا يعني انه صارت معي ابدا يعني ولا حتى افكر فيها. اليوم صار معك شيء مشكله بمؤسسه حكوميه تابعه للدوله التركيه، بتعرف كيف تقدم شكوى؟ ايه اكيد. ايه دون ما تلجأ لحدا تاني، انه انت اللي تقدم الشكوى وانت اللي مثلا طالب بحقك. ايه بتروح تقدم شكوى وتطالب في حقك. انا اشتغلت مترجم اصلا، كنت مترجم يعني عربي تركي بريف انقره، اشتغلت مترجم يعني. ايه بتقدم شكوى نظامي اكيد. تعرف كيف تقدم أكيد شكوى؟ اكيد في عده جهات مختصه بهذا الامر. وبيسمعوا منك الشكوى ولا لا؟ طبعا بيسمعوا، حتى اذا ما ردوا عليك اقل شيء انه صار عندهم وجهه نظر عن المشكله اللي عم تواجهها. انت لما بتتصل بدك تشتكي لحدا تركي،
انت في احتمال عندك 75% هذا التركي نفسه هو اصلا يكون عنصري، اللي انت عم تشتكي على عنصرية انه على شخص تاني يكون عنصري. يعني انت اللي عم تتصل فيه تقول له انا عم بشتكي بدي اشتكي على عنصرية، هو ممكن احتمال 75% هو عنصري نفسه. انا معي رقم واحد بيشتغل بالمعاملات وبحل كل اموري من عنده. يعني كمان حتى الشكوى عن طريق السمسار. الشكوى عن طريق السمسار. طب انت هذا الشيء ما بتعتبره انه غلط؟ هلا هو غلط، غلط كبير وغلط شائع يعني، بس ما طلب الايد شيء يعني. طب نحن ما لازم اليوم نتعلم كيف نقدم شكوى، نتعلم كيف نحل امورنا بحالنا؟ لازم نتعلم، بس ما في وقت فراغ للتعلم اخي، اخي اذا ما بتشتغل هون بهي البلد بتموت يعني. حان عدم مؤاخذه، بس واحدنا بيقول انه انا شو لي علاقه، انه هاي فوضى منه انه كثيره، ليلى حتى اجى ورط حالي بشغلات ماليفيه او وجع راسي، وهالشيء بده يضل يعني ويتم. طب شو بتحب توجه رساله من خلال اوريان، تنصح فيها نصيحه للعالم؟ اللغه. اللغة ثم اللغة ثم اللغة. اللغة اللغة أهم شيء اللغة، بس بتعرف تحكي لغة خلاص بتعرف يعني تجيب حقك منين من تقدر. يعني لازم أول شغلة نتقن اللغة لنحل أي موضوع بيواجهنا. أكيد اللغة يعني اللغة أهم شيء يعني. مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، هي هي كانت آراء الناس من الشارع، وأنتوا كمان شاركونا بآرائكم من خلال التعليقات، وانتظرونا بحلقة جديدة من برنامج سوريا لبوب.